جيت تخلص ما قد هلك وتحرر الشر اللي في قلبه ملك. جيت عشان تدينا حياة وترجع لينا اللي تاه. جيت تفتح العيون والمظلوم تبقى معاه. جيت تقوم اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج جاء. زي ما شفنا المره اللي فاتت السيد المسيح ربنا لكل مجد جاء يفسر لينا، وقال لنا ابونا يوسف سمير انه حلو ان التلاميذ ما ادعوش الفهم، بل بالعكس هم سالوا اشرح لنا مش فاهمين، فربنا فرح بيهم وشرح له. النهارده في جاء هنشوف هو جاء النهارده فين، مكان جديد جاء يعلمنا شيء جديد، جاء يشاركنا بحاجات حلوه كتير جديده مع قدس أبونا يوسف سمير كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بالظاهر. زي قدس أبونا أهلا بيك حبيب قلبي. النهاردة جاء هيورينا هيعمل إيه بقى النهاردة ربنا. يقول كده النهاردة في متى 13:54: ولما جاء إلى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات. إيه موضوع ده يا أبونا؟ يعني جاء جديدة دي بقى جاء الحتة جديدة يعني لوطنه للوطن لشعبه لحبايبه لولاده وقرايبه لوطنه، بس في داخل وطنه قاعدين في مجمعهم. يعني وطنه تعود على المسيح والمجمع يعود على الأشخاص، فيبقى هنا في يعني مفاهيم أو تعاليم مش بالشكل اللي المسيح جايبه علشانهم. اوكي، فجاي مش لكل وطنه، جاي للناس اللي في المجمع. برضو دي حته حلوه انه الشخص اللي قريب من المجمع شخص قريب من كلام المسيح. فالكنيسه بقى، اذا قلنا بقى ان الكنيسه طبعا بس مش مجمعهم هنا بقى، كنيسته هو يعني مكان نقدر نسمع فيه تعليم المسيح بالشكل اللي يخلينا مش بس نفرح ومش بس نستمتع، لا بهتوا يعني فتحوا بقهم يعني واو، يعني ايه الجمال ده، ايه الكلام ده، ايه ده مش زي العادي، ده مش زي اللي جم قالوا لنا كلام قبل كده. صحيح كلام ربنا مختلف عن كلام العالم، كلام ربنا روح وحياة، حاجة مختلفة. كلام ربنا زي العسل، كلام ربنا يدي استنارة، كلام ربنا أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به، يدي نقاوة، بيدي نقاوة، لا ده ليه مفعيل، ويدي نور سراج، ويدي سراج لرجلي كلامك. أيوة، فواضح إنه كلام الله مش يعدي، كلام الله ينقي يغذي يداوي يفرح يحيي. لا، قل كلمة فيبرأ الغلام. فواضح انه كلام ربنا كلام مهم جدا. فلما الواحد يسمع بجد كلام ربنا، واحد هينبهر يعني، او مش هينبهر يعني هيتمخمخ، يعني هيبقى قاعد متسلطن كده حاجة. يعني عارف انت لما انت بتقول كلام حلو قوي، كلام مريم كده وهي تحت رجليه وقاعده مش قادره تقوم، هناكل مش هناكل، هقدم لك مش هقدم لك، التلاميذ موجودين مش موجودين، مرسى زعلانه مش زعلانه، هي ما بتفتحش بقها، هي بتفتح ودنها. ايوه، يعني هي عامله كده هوت وقاعده تسمع ما يقوله الروح يعني وما يقوله الرب يسوع المسيح. ايه اللي خلاكم
انبهرتم بالمنظر ده؟ ما انتوا سمعتوا ياما يعني، ما ده بقى حاجة غريبة. ويمكن سمعوا نفس الكلام قبل كده، احتمال يكون حصل كده واحتمال يكون جديد. الحقيقة العجيبة بس انه مش مذكور بقى، يعني كان نفسي اعرف قال ايه. الكتاب المقدس ما حكاليش. يعني قاعد يعني مستني في نص الآية إيه وقال. ايوه وقال ايه بقى؟ ما فيش وقال. فبقاعد يعني بفرك، يعني انا عايز لا يعني حد يعيد الكتابة تاني. يا معلمنا متى، ما انت كنت قاعد وسامع، ما انت وكنت قاعد مبسوط زيهم، ما تقول بقى قال ايه يعني. بس قال الخلاصة ليه الناس بهتوا، قالوا من أين لهذا هذه الحكمة والقوات. يعني لا تبحث عن حكمة خارج الله. السيد المسيح هو أقنوم الحكمة. الحكمة شخص وليست كلمة. من أين لهذا؟ الحقيقة هي منه، يعني هي نبعة من جواه، هو الأقنوم، هو الينبوع بتاع الحكمة، هو السورس بتاع الموضوع بالضبط، هو اللي بيوزع. يعني أنت رايح للينبوع وتقول جاب المية دي منين؟ ما المية دي طالعة منه، من جواه، من قلبه، من داخله، يعني ضفيضه. من أين لهذا؟ لهذا؟ بس هي واضح إنها مش صناعة إنسانية. كلام طالع فيه حكمة. عارف بيفكرني بإيه؟ عارف حضرتك كده لما الواحد يروح مثلا دير من الأديرة، يعني أنا فاكر كويس جدا وأنا شاب كده هوت، كان اللي ماسك بيت الخلوة في دير البراموس قبل الأنبا كرولوس، أنبا مكاريوس الحالي اللي هو كان أبونا كرولوس البراموسي، كان في أبونا كرولوس البراموسي قبله اللي هو الأنبا كرولوس بتاع ميلانو الله ينيح روحه. فرجل ده يعني أبو سيدنا كان فنان ومبدع وروحاني ويعني هيمان في الله. كان يجي لنا كده هو من البرية يعني، ويخش يقعد معانا قعدات كل يوم، نستنى طول النهار القعدة بتاعة أبونا كرولوس. يقعد بقى، هو كان أديب ورسام وخطاط، يعني هو كان مدرسة مواهب يعني. فكان لما يقعد يتكلم نستخسر نسأل، يعني زي لما كنا نقعد كده مع البابا شنودة مثلا، يعني خسارة حد يتكلم، لو سمحتوا سيبوه، يعني اللي يقوله هو ده يعني نكسب الكيلو بخيره، يعني أيوة. الوقت كله هو يقول فيه. أيوة. فالسيد المسيح بقى الينبوع اللي كل دول واخدين منه، يعني كل دول واخدين منه، فيقول كلمة مش كأقوال الآباء، يعني لا أقوال الآباء يعني متاخدة، يعني هم استطعموا الكتاب المقدس وطلعوه بصيغة فتتسمى كلمة منفعة، كلمة بسيطة صغيرة لكنها تحوي أصلها الكتاب برضو. هي أصلها الكتاب المقدس مليون في المية، بس مع إنها 4-5 كلمات بس منهج حياة. فالسيد المسيح بقى كلامه كان بالمنظر ده. واحد الحكمة. الحكمة دي نشوفها بقى مصغرة أو تدريب أو اللي هي أقوال الآباء وتعليم الآباء، تعليم الخلاصة بتاعت الحياة اللي هم عاشوها. بالضبط. الحكمة والقوات. إيه بقى يعني؟ القوات يعني الكلمة قادرة أن تفعل. القوة، القوة دي طاقة، حركة، طاقة، يعني سخونة، طاقة محركة، تحرك كمان، يعني تدي تشتغل في كلمة الله فعالة، مش حية بس وفعالة. فعالة يعني تخلي الواحد يعمل، يعرف يتوب مع إنه ما كانش بيعرف، يعرف يقوم مع إنه ما كانش بيعرف يقوم. فيقول قوات. قوات دي تبان كويس جدا لو قلنا إنه الحكمة في الآباء القوات في الليتورجيات. ما الليتورجيات الحياة الكنسية اللي احنا عايشينها كلها مأخوذة من الكتاب المقدس، كلها بلا استثناء
مفيش حاجة بدون من غير مش أصلها كتاب مقدس ولا محتواها كتاب مقدس، مفيش كله كتاب مقدس. فتبص تلاقي مثلا سر الإفخارستيا ما هي القوة، صح. سر الميرون ما هو قوة تثبيت. سر الاعتراف ما هو قوة. سر الزيجة ما هو قوة. سر الكهنوت ما هو قوة. سر مسحة المرضى ما هي قوة. التسبيح ما هي قوة. التسبيحة قوة. فإذا كلمة الله لما الواحد يقراها أو يسمعها يكتسب أمران. الأمر الأول هو الحكمة. كثير القراءة في الكتاب المقدس حينما يتكلم يتكلم كحكيم، وكثير القراءة في الكتاب المقدس حينما يتكلم يتكلم بالقوات. المزامير لها قوة على الشياطين، والكتاب المقدس وتعليم القديس بولس الرسول وأقوال الأنبياء والنبوات لها قوة، صحيح. وهذا هو ما جاء من أجله الرب يسوع. جيت فقير وانت الملك. نقدر نقول كمان ان هم لقوا عمق جديد، يعني ده حقيقي ما راحوش ليه قبل كده. فكرة ان هم دخلوا ليفل تاني عمر ما حد يعني ما شافوش حد اتكلم بالليفل ده قبل كده. الحكمة لا تسكن السطوح لكن تسكن الأعماق. الحكمة تصطاد بشباك وليس بالصنارة ولا الشص. الحكمة جوه. الواحد يقعد كده تشوف البابا شنودة لما كان يقعد يقول كلمة فيها حكمة يروح باصص على السماء كده ثواني ويروح قايل، تعرف ان الكلمة اللي جاية بيصطاد جايبها من أعماق كده أو من الأعماق كده أو من الأعماق كده، يجيبها من العمق يعني. والقوات كده يعني فيش قوة تطلع من على السطح، قوة دايما تطلع من جوة من الأعماق جوه كده هوت. الطاقة في بطن الأرض في الباطن، الطاقة موجودة في داخل الإنسان مش في الجلد، صح. عشان كده الكلمة كانت، عشان كده بيقول ذو حدين سيف، طبعا هي بتدخل جوه يعني خارقة. شكرا سابونا على الكلام اللي مليان حكمة ده، وان الواحد ازاي يصحح مفاهيم. يمكن بولس الرسول ايام ما كان شاول كان بيطبق مفاهيم وربنا عرف له نفس المفاهيم بس بطريقه تانية خالص. اوقات احنا بنفهم الحاجات بالطريقه اللي احنا عايزين نفهمها بس ربنا قصد منها ايه، هو ده اللي احنا محتاجين نعرفه. شكرا سابونا يوسف على التفسير الجميل ده. اعزائي المشاهدين نشكركم جدا لمتابعتكم، والحقيقه احنا محتاجين ندخل للعمق زي ما قال قدس ابونا ولجوه بقى، يعني كلمه ربنا بتخرج. كنت لسه بتكلم مع قدس ابونا قبل التصوير، هي بتخرج اللي جوه. ممكن جوه ده يبقى جوايا، ممكن يبقى جوايا اللي جوه ده حاجه مستخبيه انا مش عارفها، يعني ممكن تبقى حاجه وحشه مش شرط تكون حاجه حلوه وربنا يكشف لي عنها ان انا اتخلص منها. فاوقات ربنا عامل زي الكشاف النور العظيم اللي هو بينور ويورينا الحاجات التفاصيل الصغيرة اللي احنا عمرنا ما هنشوفها بالعين بتاعتنا. ان شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية من برنامج جاء مع قدس ابونا يوسف سمير كاهن كنيسة الملاك مخائيل بالظهر. شكرا لكم. تخلص ما قد هلك وتحرر الشر اللي في قلبه ملك، جيت عشان تدينا حياة وترجع لينا اللي تاه، جيت تفتح العيون والمظلوم تبقى معاه، جيت تقوم